نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، متابعي ملتقى الدارين نحو التميز للمعلم، أرحب بحضراتكم مجددا مع استكمال لنموذج كيف أكتب بحث وكيف أكتب ورقة بحثية وما المطلوب مني عند كتابة البحث. هذه تساؤلات في غاية الأهمية أحباء الكرام. توقفنا في اللقاء الأخير حول كيف أوثق وكيف أكتب مرجع البحث. كان هذا هو سؤالي. أرحب بحضراتكم مجددا. فريق العمل أستاذة سلمى، كل من ينضم إلينا من الأحبة الكرام الذين يتابعون هذا البرنامج وتلك الحلقات المهمة لكل من يقدم على كتابة أي ورقة بحثية. أيها الأحبة الكرام، كما قلت في بداية تلك السلسلة السريعة تقريبا الحلقة رقم 5 الآن من المنهجية في كتابة خطة البحث كيف أكتب ورقة بحثية، هذا الكلام مهم لكل الباحثين، لكل الطلاب، لكل الناس اللي لديها رغبة في المشاركة في الأعمال العلمية لكي تتعرف على أدبيات وآليات كتابة خطة البحث وفق المنظور العلمي الذي يجب أن يعني نلتزم به. لو تذكروا حضراتكم معايا، كان عندنا مجموعة من التساؤلات. السؤال الأول وكان هو بيتضمن يعني عندما نسأل باحث أو طالب، ترى هل أكتب عنوان البحث قبل أن أشعر بالمشكلة وقبل أن أحدد المشكلة أم العكس يا سلمى؟ فكانت الإجابة دائما لدينا أنه لا، لابد من الشعور بالمشكلة ولا بد من أن أذهب إلى الإحساس بالمشكلة عشان أعلم الناس أولا أن كتابة العنوان هي نتاج للإحساس بالمشكلة وتحديد المشكلة. معلم طلاب في الصف أو في الجامعة إزاي يكتبوا ورقة بحثية أو إزاي يكتبوا موضوع، طبعا في فرق كبير جدا بين تقرير البحث وبين المقالة. المقالة التي تكتب أو موضوع التعبير الذي يطلب من الطلاب، هناك فروق بينية بين هذا وذاك. المراجع أمر أساسي ورئيس في تقرير البحث، خطة البحث المراجع أمر أساسي ورئيس فيها، لها خطوات مهمة منها المشكلة من المقدمة والمشكلة والفروض والحدود والأهداف والأهمية والإجراءات ومصطلحات البحث ومراجع البحث، وهناك بعض الإضافات البسيطة التي يمكن أن يتم إدراجها. ولكن في النهاية، وأرحب أيضا بأستاذ أنور مشاركا معنا اليوم، أهلا ومرحبا بحضرتك وأهلا بكل من ينضم إلينا في هذا اللقاء المهم. أيها الأحبة الكرام، تذكروا وأنا أكتب أو أنا أتكلم في الحلقة الأولى عن المعايير التي يجب أن تتوافر في عنوان البحث. ما أختار عنوان عشان أكتب فيه أو عشان أسجل فيه في الماجستير أو الدكتوراه أو في الدبلوم عندما يطلب مني محاكاة نموذج بحثي معين؟ لازم أختار عنوان متغيراته واضحة وبسيطة، ما يكونش فيه ألفاظ صعبة ومعقدة، ما يكونش فيه حروف جر ولا يعني كلمات غير مفهومة. لازم يعني تبقى العنوان البحثي واضح واضح ومحدد ويعني يسهل التعامل معه. ولهذا أيها الأحبة الكرام، تكلمنا عن معايير اختيار المشكلة.
معايير كتابة مقدمة البحث. أما مقدمتي أبدأ أتكلم عن مقدمة معينة في واقع نعيشه ونحياه، سواء كانت القضية اجتماعية أو اقتصادية أو تربوية أو سياسية، حسب طبيعة التخصص وحسب طبيعة العنوان نبدأ نشتغل على هذا الأمر. ونقول في النهاية إنه خدوا بالكم من حاجة مهمة جدا، إن كل كلمة بتكتب في هذا الإطار تنسب إلى من كتبها في النهاية. أنت كتبت الكلام ده منين؟ وجبته إزاي؟ وعملته إزاي؟ إلى آخر هذه الأمور المهمة للغاية، يجب أن تكون واضحة وباينة أمام من يكتب ومن يقرأ البحث. ولهذا في أدبيات كثيرة جدا تكلمت عن منهجية كتابة البحوث، ولكن في النهاية بنتعلم مع بعض وبيتعلم الطلبة في دليل كتابة الرسائل الجامعية ودليل كتابة البحوث إنه لغة الكتابة أمر مهم، يجب أن تكون واضحة وخالية من الأخطاء اللغوية والمطبعية عشان أسهل التواصل بيني وبين القارئ. استخدام علامات الترقيم أساتذة الكرام في مجال اللغة العربية أو في مجال اللغة الإنجليزية، استخدام النقطة لإنهاء الجملة التامة، استخدام الفصل بين العناصر في سلسلة من ثلاث أشياء أو أكثر، لو بتقول دراسة صلاح عبد السميع ودراسة أنور علي أو أنور محمد ودراسة وسلمى، يبقى باجي ما بين الدراسات كل دراسة وأقول فلان فصلة فلان فصلة فلان فصلة، أو للفصل بين عبارتين مستقلتين أقول سيتم استخدام اختبار تورنس للذكاء أو اختبار كاليفورنيا وأعمل فصلة إلى آخره. علامات الترقيم مهمة، في فصلة ممقوطة وفي نقطتين، أحط النقطتين إزاي؟ بعد اسم المؤلف مثلا، بعد العنوان أحط نقطتين، الشرطة، الاقتباس، كل هذه الأمور أمور مهمة جدا. كيف أستخدم الجداول؟ كيف أستخدم كذا؟ كيف أستخدم الأشكال؟ وقلنا هذا الكلام باختصار شديد في تقرير البحث. الفرق بين خطة البحث وتقرير البحث أحبائي الكرام أن خطة البحث بتتضمن العناصر الأساسية الرئيسة التي يتضمنها الفصل الأول باختصار شديد باعتبار ما سيقوم به البحث، هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. وقلنا إن لازم يبقى فيها العنوان ولازم يبقى فيها الموضوع، مش كده ولا إيه؟ صح؟ لازم يبقى فيها العنوان بتاعي، ولازم يبقى فيها مشكلتي، ولازم يبقى فيها أهداف بحثي، ولازم يبقى فيها أهمية البحث، ولازم يبقى فيها فروض البحث وحدود البحث وإجراءات البحث وأهداف البحث كما قلت، وفي النهاية مصطلحات البحث وقائمة بالمراجع التي رجعت إليها عند كتابة التقديم أو المقدمة أو تحديد المشكلة إلى آخره. أما تقرير البحث أحبائي فهو الرسالة النهائية، الرسالة نفسها عندما يتم إخراجها. لما بخرج الرسالة يتم إخراج الرسالة في النهاية عشان تتقرأ وتتحكم ويتم مناقشتها، ها؟ يبقى بشتغل على هذا الإطار. يعني باختصار شديد جدا تناولنا في الحلقات السابقة كثير من الأمور، وعلى فكرة لازم إحنا نبدأ ناخد ونقرأ الكلام ده ونطبق على ما بين أيدينا من معلومات وبيانات مدروسة. يعني ما فيش حاجة اسمها أنا هسمع محاضرة يبقى كده خلاص أنا عرفت، لا، لازم أطبق هذا الكلام. فنظام التوثيق للمراجع وهو عنوان اليوم، هذا أمر مهم جدا. قضية فصل المراجع وإن أنا أبدأ بالمراجع العربية ثم المراجع الإنجليزية وأعمل مراجع قائمة بالمراجع العربية أولا ثم المراجع الأجنبية وأديهم نفس أدي ترتيب يعني لتلك المراجع، التأكد من صحة المعلومات في كل مرجع، اسم المؤلف، عنوان البحث، مكان نشره، سنة النشر، الصفحات إلى آخره، هذا أمر مهم جدا
ان انا اتاكد من هذه الامور، التاكد من هذه الامور امر في غايه الاهميه. تعالوا مع بعض كده بعد ما نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نروح مع بعض ل يعني مجال او النطاق الذي توقفنا عنده في الحلقه السابقه يا سلمى، وقلنا خلي بالنا هنتابع هذا الأمر في تلك الحلقة المهمة. تعالوا كده. أيوه، صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كتابة المراجع أهميتها هي مهمة، ماشي، مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. لا يوجد بحث علمي من غير فهارس أو مراجع، بعضها بيكون أصلي وبعضها بيكون ثانوي حسب طبيعة المرجع وحسب طبيعة الدراسة اللي بنشتغل عليها. في الفهارس توثق المصادر بشكل واضح، الفهارس الريفرنس بيسهل على القارئ الاستفادة من مراجع الآخرين، تعرف الناس اللي كتبت في الموضوع، صح يا سلمى؟ في الفهارس أيضا أو النظام اللي بيشتغل عليه بيبقى فيه القدرة لدي كباحث على إن أنا أغطي كل جزء من أجزاء المنهج اللي اشتغلت عليه. الأمر الآخر إن أنا بيبان لي مصداقية الطرح الذي يطرحه الباحث فيما يطرح. ولهذا أيها الأحبة الكرام، يبقى واضح عندنا انه كل مرجع بيختلف نمط كتابته، فان كان كاتبا، اذا كان كتاب ايها الاحبه الكرام، اهلا يا محمد، اذا كان كتاب معين طريقه كتابته مختلفه، اذا كان بحث منشور في مجله او دوريه، مجلات اللي بتجمع الأبحاث وبتنشرها، فله طريقة أخرى، وكل طريقة أو كل أمر له مكان، لكل مقام مقال كما يقال. نقول إيه يا محمد وأنت كنت معنا الحلقة الماضية، وقلنا والله هنبدأ يعني نشوف مثال عن الكتب، كتاب حلو قوي. عندي كتاب لمحمد سليمان، كتاب واحد لمؤلف واحد، مؤلف واحد، لقب المؤلف في الغالب لا يكتب، ما بقولش دكتور كذا او استاذ كذا خالص في الريفرنس، انا بقول اسمه سليمان محمد او محمد سليمان، حلو كده. وبعدين أو ما أقول عنوان الكتاب إيه؟ التربية مدخلا لإصلاح المجتمع، مكان النشر دار الفجر أو دار النهضة أو دار كذا أو عالم الكتب أو دار البشير للنشر، اسم الناشر أقول دار البشير، القاهرة دار البشير، أو المغرب كذا دار كذا، الأردن دار كذا، ماشي يا سلمى؟ سنة النشر هكتب بقى 2007، 2018، 2017، 2016، حلو كده؟ في ناس بتأجل، بتاخد سنة النشر دي زي ما قلت قبل كده وتحطه بعد الاسم بين قوسين، بين قوسين. هنا واحد أهو مثال، اكتبوا بقى كده او لو بنطبق مع بعض، اسمه حمد صالح العساف، بس هو هنا قال ايه؟ العساف صالح حمد، دي طريقة يعني، صح يا محمد؟ دي طريقة انه يقول الجد الاول وبعدين الاسم وبعدين ينهي. لو انا مشيت كده يبقى لازم امشي كده في كل قوائم المراجع، ما اجيش اكتب العساف صالح حمد وبعدين ارجع اقول ايه محمد سليمان، لا لازم اقول سليمان محمد، صلاح عبد السميع عبد الرازق، سلمى يوسف،
ما اقولش يوسف سلمى. صح يا سلمى، واضحة كده؟ وفي ناس زي ما قلت لكم يحطوا التاريخ بعد الاسم، وفي ناس بتخلي التاريخ في النهاية، واحيانا يقول صاد صاد، يعني من صاد كذا الى صاد كذا او صفحة كذا بعد التاريخ ده، يقوم عامل علامة استفهام ويقول صاد 1022 لو الكتاب مجلد يعني، او 60. لو من صاد صاد يبقى يقوم عامل فاصلة صاد صاد، وبعدين من 5 إلى 7 لو بيلخص يعني، ونقطة. حلو جدا. طيب يبقى ده إذا كان لمؤلف واحد. أكتر من كتاب لمؤلف واحد، أكتر من كتاب لمؤلف واحد نعمل فيه إيه؟ ترتب هجائيا. يبقى صلاح له 3 كتب مثلا تم الاستعانة به، يبقى جيب حسب عنوان الكتاب. هو صلاح ده خلاص الاسم ثابت بس له 3. لما اجي ارتب احط نقول الاول احط اعداد الاختبارات او تنمية مهارات صياغة الاسئلة التحريرية، تنمية التاء. حلو. 2 الدراسات الاجتماعية ومعالجة قضايا البيئة، الدراسات. 3 التربية البيئية لطفل الروضة. 4 التربية الوجدانية لطفل الروضة. 5 القيم الخلقية وطرق وتنمياتها لدى طلاب التعليم العام. 6 توظيف التكنولوجيا في كذا. أنا بقول على كتب عندي. لما أجي أخد أرتب دول، لو أنا مستعين باللي فيه ألف لام اللي هو الدراسات الاجتماعية، يبقى بجيبه في الأول مش كده ولا إيه؟ ألف، حرف الألف. يبقى اما برتب الكتب في القائمة في الآخر بعمل ايه يا سلمى؟ ها؟ بعمل ايه يا استاذ انور؟ لو برتب كتب في القائمة بتاع الريفرنس المراجع يبقى حسب الابجدي لنفس الشخص. انور محمد اسس البحث العلمي، انور محمد الابداع او تربية الابداع، الإبداع، التربية قديمها وحديثها. شوف اترتب هنا في الريفرنس الأخير الاسم واحد، بس أنا مش بكرر الاسم في كل مرة، بحطه كده الاسم فوق وبعدين تحتيه بعمل خط، يعني هو نفس المرجع بس العنوان هنا الإبداع، العنوان هنا التربية. بدأ أسس ألف إبداع تربية، بياخد الحرف الأول والحرف الثاني، يشوف الحرف النون وبناء عليه يبقى واحد سابق واحد، يبقى انا برتب ابجدي. دي معلومه مهمه جدا جدا. لما اجي في اخر الريفرنس وانا فاتح صفحه التوثيق وعندي صفحه الوورد، ايوه، باجي اعمل ترتيب من الفا بيت، وابدا ارتب، اعمل انتر عشان يبدا يرتب لي المراجع ورا بعض حسب الحروف الأبجدية بناء على العنوان. فهو الاسم ده واحد أقوله بس 3 مراجع رجعت له، فما أجي أرتب ما بقولش التربية قديمة وحديثها، وأقول بعديها أسس البحث، لا أبدأ بأسس البحث أي ألف وبعدين الإبداع وبعدين التربية. واضحة جدا وسهلة جدا. طيب لو في كتب أصدرتها مؤسسات، مؤسسة مش شخص، ركزي قوي يا سلمى وركزي يا أنور وركزوا كل اللي هيتابعوا بيتابعوا الملف. افرض في كتب مؤسسة مثلا المعهد العالمي للفكر الإسلامي، رابطة التربية، مركز العربي للمركز التربية، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الكتب اللي أصدرتها مؤسسات يحل تلك اسم تلك المؤسسة محل اسم المؤلف، ويكتب الاسم كما يكتب رسميا. اهو واحد يقول لي ايه ده، انا فتحت الكتاب ما لقيتش عليه اسم واحد، ده لقيت اسم مؤسسة، جهة، وزارة الصحة مثلا، مكتب التربية العربي للعلوم والثقافة. اهو
يبقى هنا بقى مكان أنور محمد أو سلمى يوسف كتبنا إيه؟ مكتب التربية العربي لدول الخليج المملكة العربية السعودية. ماذا يريد التربويون من الإعلاميين؟ الرياض أو ركزوا مطبعة مكتبة التربية لدول الخليج 1414 هجرية، هم بيوثقوا دايما بالهجري، ويا ريت الناس توثق بالهجري والميلادي. ماشي، واضح الكلام؟ يبقى حل محل اسم المؤسسة محل اسم المين؟ ها؟ اسم مين؟ اسم الشخص المؤلف، لأن هو صادر عن هذه الجهة. الله. طيب يبقى ادينا نموذج لمثال مؤلف واحد أكثر من مؤلف لنفس المؤلف ثم مؤلف. ماشي، إذا كانت المؤسسة لها أكثر من كاتب أو العكس في نفس في نفس الفترة. جميل جدا، بحط اسم المؤسسة برضو أبجدي، بكتب أبجدي المؤسسة الأول وبعدين أقوم أقول مثلا أنور علي، أنور محمد فصلة اسم الكتاب يعني، ثم مكتب التربية العربي لدول الخليج بالسعودية الرياض مطبعة مكتبة التربية 1420، وهكذا بمشي حسب من الذي ألف. طلع اسمه نادر أحطه بحرف النون، طلع اسمه أنور يبقى حرف الألف فوق، طلع اسمه مؤسسة التربية بتاع يحط حسب موقعها، طلع ليها أكثر من مؤلف برضه بحط ورتب حسب عنوان الكتاب. إذا تكرر اسم المؤلف خلاص بثبته وأعمل شرطة مكانه، بينما أرتب أبجدي بناء على إيه؟ اللي هو الثاني بقى لنفس المؤلف ولنفس المؤلف بناء على عنوان الكتاب. العنوان بيبدأ بحرف الياء يبقى يجي في الآخر، لنفس الشخص بيبدأ بحرف التاء يبقى يجي في موقعه، وهكذا. والهدف من الريفرنس التنظيم الترتيب. طيب، كتب لها أكثر من مؤلف، يعني أنا وأنور وسلمى عملنا كتاب، حلو جدا، توثق وفق الحالتين التاليتين، كتب فيها مؤلفين، لقب المؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول أبجدي أو الحرف الأول منه، سين يوسف، لقب المؤلف الثاني، لقب عبد السميع صلاح. طب لو في واحد ثالث ممكن نقوم قايلين فصلة وآخرون، أو الأولاني بس وآخرون، يعني الأولاني اللي هو الهيد، أيوه، وآخرون. هنا قال إيه؟ حنان والعبيدي فصلة غانم، حلو أهو، لقب المؤلف الأول، الاسم الأول أو الحرف الأول منه حرف العطف يعني، و ثم لقب المؤلف الثاني، الاسم الأول للمؤلف الثاني أو الحرف الأول منه. أدي مثال أهو، حنان والعبيدي، سلمى وعبد السميع فصلة وأنور، أو الحنان أو أساسيات البحث العلمي بين النظرية والتطبيق الرياض دار العلوم للطباعة والنشر 1414. في ناس بتكتب الاسم عادي خالص، سلمى يوسف فصلة وآخرون، أو سلمى يوسف، حلو، وبعدين لو في ثلاثة مؤلفين ممكن يتكتب اثنين ونقول وآخرون، فلان وفلان وآخرون، إنها بقعدش أقول فلان وفلان وفلان، إذا زادوا عن اثنين أقول وآخرون، فلان وآخرون، ما اكتبش الثلاثة،
لا يكتب اسم السلاد. ماشي الحال، الكتاب عليه 3 أسامي، أخد اسم الشخص الأولاني أو لقبه، أو الاسم الثاني ولقبه اللي هو الحروف يعني، وآخره. جميل جدا. طيب كتب، هو ده المثل اللي أنا بقول الآن. كتب، حاضر. ما هي اللغة الأجنبية نفس الحكاية، هنشوف. وبعدين أنا زي ما قلت يا أستاذ أنور، لازم تعمل بنفسك وتطبق بنفسك، ولازم تشوف مراجع مكتوبة ازاي. هي نفس اللي بتقال هنا بتقال على فكرة في الأجنبي. كتب لها أكثر من مؤلفين اثنين. كتب المؤلف الأول، الاسم الأول للمؤلف الأول أو الحرف الأول منه، وكلمة إيه؟ ها؟ وآخرون، إذا كانت الكتاب، إذا كان الكتاب بكلمة باللغة العربية. أو سرحان وأحمد وآخرون. الإيه تي الإيه ال اختصارها سهلة جدا، ولازم تفتح، لازم تجيب المراجع وتبص عليها وتبدأ تدرب نفسك وتكتب. ما هو كده، هي البحث بيجي إيه؟ بالتدريب والممارسة، وتغلط وترجع تصحح خطأك وهكذا، بس بيبقى في ذهنك أبجديات كتابة البحث، كيف أكتب وكيف أوثق. أيوه، في كتب المجموعة أو المحررة، هي الكتب التي تتكون من فصول. في بتلاقي في كده مؤتمر أو ندوة، أي أنور، مؤتمر أو ندوة جواها مدارس كذا عملت مؤتمر، جوه المؤتمر في كلمة للمدير وكلمة للناظر، وبحث المدرس اللغة العربية، وبحث المدرس العلوم، وبحث لمدير الأنشطة، وبحث لكذا. إن المجلد لما طلع جوه، كل جوه المجلد ده أسامي ناس كتير. حلو كده. وبعدين قلنا إيه العنوان الكبير ليها؟ الندوة العلمية أو دور المؤسسات التعليمية في النهوض بالعملية التعليمية، المجلد يعني. وجواها المدرسة الفعالة أنور محمد، التخطيط للأنشطة صلاح عبد السميع، جواها أبحاث يعني، المشاركة المجتمعية سلمى يوسف، حلو، تقويم الاختبارات بالمدارس اللي بتاع صلاح عبد السميع. طيب انا عايز اوثق، اعمل ايه بقى؟ ان شاء الله اذا كان عندك نوع من هذا الكتب تكتب نفس خطوات كتابة الكتب ذات المؤلف الواحد، ما عدا اضافة كلمة جمع او تحرير، ها، اللي هي اي دي اذا كان الكتاب اديشن، اذا كان الكتاب باللغة العربية، او كلمة جمع وتحرير باللغة العربية، أو كلمة اي دي إذا كانت الكلمة، إذا كان باللغة الإنجليزية. بعد ما أكتب باسم المؤلف باجي بين قوسين أكتب اي دي تحرير. مثال فلان سعاد نائف كده يعني، هو بيحط الأسامي، تحرير بين قوسين. لو باللغة الإنجليزية بحط اي جي. بعدين تنمية مساهمة المرأة في النشاط المجتمع، بغداد، مطبعة اتحاد مجالس البحث العلمي. البحث اللي بعديه أو الموضوع اللي بعديه إيه؟ يوسف سلمى، بين قوسين اي جي، أو بتاع ده تحرير باللغة العربية، عنوان بحثها ايه، عنوان مقالتها ايه، المشاركة المجتمعية زي ما انا قلت في المثال اللي فات، واكتب واكمل. يبقى دي مجموعة كتب، كتب محررة فيها فصول، كل فصل له مؤلف، وكل مؤلف واحد، وفي مؤلف واحد جمعها واخرجها تحت عنوان واحد. شفت بقى ازاي؟ ده كلام مهم جدا، بنلاقيه موجود. فواحد يقعد يقول ايه، طب انا هوثق ازاي؟ اكتب اسم الكتاب بس واسم المؤلف اللي جمع ده
ولا قصدي كده انا ظلمت الناس اللي جوه؟ طب اللي جوه اعمل لهم ايه؟ لازم اكتب الاسم فوق وبعدين اقول تحرير، ان ده اللي حرر، ان ده اللي عمل عملية التحرير، ده اللي جمع كل هذا. تنمية مساهمة المرأة العربية في نشاط كذا، ده هو ده. ماشي الحال؟ سهلة. ماشي يا دكتور. كل من ينضم إلينا أخ خالد، في كتب بقى مترجمة أو محققة؟ في كتب مترجمة أو محققة؟ الكتب المترجمة، وهنا باخد الحرف الأول أو الاسم الأول للمؤلف، الاسم الثاني للمؤلف أو الحرف الأول منه. حلو كده؟ الاسم الأول للمؤلف أو الحرف الأول منه، والاسم الثاني للمؤلف أو الحرف الأول منه، وبعدين عنوان الكتاب، ثم كلمة ترجمة أو تحقيق مكتوبة بين قوسين. هناك قلنا إيديت، إي دي، اتكلمنا عن تحرير إن فلان هو اللي حرر. هنا بقى نقول ترجمة أو تحقيق بين قوسين. لو كتاب مترجم من عالم المعرفة مثلا، يبقى الاسم الأول لمترجم أو الحرف الأول منه، الاسم الثاني للمترجم أو الحرف الأول منه، مكان النشر والناشر وسنة النشر. تعال نشوف مثال، يعني مثال للكتب المترجمة. فان دالين ده أشهر كتاب في المناهج البحث، شوف من سنة إيه؟ 79. أيوه، فان دالي ديو بولد في مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ترجمة مين؟ بين قوسين. قولي يا سلمى. نوفل محمد أو محمد نوف، ها، نبيل محمد نوف وآخرون، بس هو جاب الجد وبعدين الأب وبعدين الاسم ومعانا الثاني وآخرون. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1979 ميلادي. لو كتاب مترجم أو محقق بكتب أهو اسم المؤلف، الاسم الأول أو الحرف الأول منه، الاسم الثاني أو الحرف الأول منه، عنوان الكتاب، بين قوسين ترجمة كذا، بين قوسين يعني، ثم أكمل السياق بتاعه. أو فاندالين ده اللي ألف، ديو بولت في مناهج البحث التربية وعلم النفس. حلو، الراجل ده هو اللي ألف. مين اللي ترجم؟ اللي ترجم سلمى يوسف، ما بين قوسين سلمى أو يوسف سلمى، ومعاها ناس تاني، معاها أنور ومعاها صلاح ومعاها الآخرون. حلو كده؟ مكتبة كذا، القاهرة، السنة الميلادية. أجمل حاجة الأمثلة يا جماعة، أجمل شيء المثال. سهل جدا، كتب مترجمة أو محققة، أدى نموذج أهو عند حضراتكم، راجعوه بصوا عليه. أيوه، الممارسة، والله يا أنور الممارسة، الممارسة مهمة جدا. حط كتاب هتلاقي عندك على النت واكتب هذا الكلام، هتلاقي سهل جدا الكلام ده. في بحوث بقى ودوريات، بحوث، ايوه، بحث في مجله، بحث في كذا، رساله دكتوراه، رساله ماجستير. نكتب ازاي؟ نكتب ازاي؟ تعالى كده نشوف مثلا نفس الحكايه، لقب المؤلف عبد السميع صلاح مثلا، برنامج، فعالية برنامج في التربية الوجدانية لطفل الروضة لتنمية مهارات الكذا عندهم مثلا، أي عنوان، فعالية استخدام برنامج قائم على استخدام خرائط العقل لتنمية مهارات البحث التاريخي والتفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحلات كذا، فاصلة، دار مجلة رابطة التربوية، رابطة التربية،
أو مجلة الثقافة والتنمية، جامعة سوهاج بتاع ده، بس جمهورية مصر جامعة سوهاج كده، سنة النشر، حط السنة وأرقام الصفحات زي ما قلت مسبوقة بحرفي صاد صاد. هنا قال إيه؟ مثال البحث في دورية باللغة العربية، العساف صالح حمد، حمد صالح العساف يعني، لماذا ينتقل مدرس المرحلة المتوسطة والثانوية من التدريس؟ ليه بيخرجوا؟ دراسة ميدانية على المدرسين الذين انتقلوا من التدريس بين عامي كذا إلى كذا. مجلة، شوف مجلة كذا، الرياض 8، العدد يعني بتاعها 8، من صاد 275 إلى 312، لأن المجلة جواها يا أنور أبحاث كتيرة، فلازم أقول البحث ده كان موقعه فين، والمجلة دي كان عددها كام. فدي مجلة من المجلات اللي تم نشرها، سهلة يعني. المثال أهو عندنا واضح جدا، الاسم بتاع الشخص، عنوان البحث بتاعه، بعد ما أقول العنوان وأحط السنة اللي هي اتنشر فيها، أقول مجلة العلوم الاجتماعية أو مجلة التربية أو مجلة كذا، الرياض، العدد 8، فاصلة صاد كذا إلى صاد كذا، ونقطة. كلام جميل جدا. في الرسائل والبحوث والتقارير الغير منشورة، حاجة ما اتنشرتش، تكتب الرسائل العلمية والبحوث والتقارير غير المنشورة كما تكتب الكتب والبحوث المنشور، يضاف عليها عبارة توضحها، كأن يقال رسالة ماجستير غير منشورة أو غير مطبوعة مقدمة لجامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد، جامعة فلان كذا، أي جامعة. في مثال لرسالة علمية غير منشورة، هنقول مثلا الإناوي عبد الله، دور المدرسة الابتدائية في تنمية المجتمع الريفي في المملكة في إطار خطة التنمية الثالثة، مكة المكرمة 1413 هجرية، رسالة ماجستير غير مطبوعة وغير منشورة مقدمة لجامعة أم القرى، هي دي اللي بتضاف في النهاية، أو رسالة دكتوراه غير منشورة. نفس خطوات توثيق المرجع اللي عادي، ولكن في النهاية بقول رسالة مطبوعة أو غير مطبوعة، منشورة أو غير منشورة. صعبة دي يا جماعة؟ ما هي صعبة خالص، سهلة، وأنا قلت الممارسة الممارسة الممارسة. طيب، تقارير ووثائق منشورة. في تقرير الأمم المتحدة، تقرير حقوق اللي مش عارف ايه، تقرير منظمة الصحة العالمية، تقرير المجالس، تقارير يعني تكتب الجهة التي أصدرت التقرير أو الوثيقة في مكان اسم المؤلف، يضاف عليها كلمة توضحها، كأن يقال وثيقة حكومية أو تقرير حكومي. مثال هنقول أهو ديوان الخدمة المدنية، المملكة العربية السعودية، كادر المعلمين، الرياض، حلو، وزارة التربية والتعليم، فصلة جمهورية مصر العربية، اختبارات التقويم الشامل، لماذا؟ وثيقة حكومية منشورة عام 1990 أو 1800 أو 2000 وكذا. يبقى إذا هنا كل ما ينشر يجب أن يشار الجهة التي نشرته وتاريخ النشر، نفس الحكاية، أمر بسيط وسهل جدا. طب لو عندي صحف ومجلات أسبوعية أو يومية، سلمى رجعت إلى صحيفة أو جريدة يومية، قد يرجع الباحث إلى مقال في صحيفة يومية أو جريدة أسبوعية، قد يكون ذلك المقال كاتب واحد كتب مقال مهم أو تم إعداده من قبل هيئة التحرير، عايز أكتب المقال في قائمة المراجع، أقول إيه؟ أقول إذا كان للمقال كاتب معين يكتب اسم الصحيفة أو المجلة بدلا منه. مثال العساف صالح حمد، أثر التربية في مواجهة التغير في المملكة، مجلة الدعوة
الرياض، دي المجلة اللي اتنشر فيها. وبعدين بكتب سنة كام أو البتاع ده، وبعدين من صاد كذا إلى صاد كذا، أحط الصفحات يعني. ده مهم جدا. ورقم الرقم اللي صدرت بيه، أيوه، واحد كاتب مقال من الأهرام أو من الأخبار أو من الجمهورية أو مجلات كتيرة والجرايد كتيرة، يبقى التوثيق واضح جدا في العنوان بتاع الباحث، كتبت اسمه، اسم المقالة، وبعدين المجلة أو الجريدة ورقمها إيه والصفحة إيه. هذا الكلام مهم. يبقى كيف أوثق من الصحف والمجلات الأسبوعية والجرائد اليومية؟ هذا أمر مهم. كيف أكتب وأوثق التقارير والوثائق المنشورة؟ كيف أوثق الرسائل والبحوث والتقارير غير المنشورة؟ كيف أوثق البحوث والدوريات؟ كيف أوثق الكتب المترجمة أو المحققة؟ كيف أوثق الكتب إذا كان هناك مجموعة من المحرر الذين قاموا بالتحرير أكثر من واحد ولهم كتابات؟ كيف أوثق من كانت لهم أكثر كتب بها أكثر من مؤلفين اثنين يعني؟ كيف أوثق كتب أصدرتها مؤسسات وليس أفراد؟ كيف أوثق كتاب لمؤلف واحد ثم لمؤلف واحد له أكثر من كتاب؟ هذه كلها أحبائي الكرام جولة سريعة جدا يا سلمى على كيف أعمل ريفرنس مراجع، وما أهمية كتابة المرجع بالنسبة لنا في البحث العلمي أو في خطة البحث أو في كتابة التقرير أو الرسالة العلمية. أيها الأحبة الكرام، بهذا العنوان نكون قد انتهينا من تلك الجولة السريعة في تلك الحلقات الخمس، أظنهم كده 5 حلقات يا سلمى ولا 6، 5 أظن، حول المنهجية في كتابة خطة البحث. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون نشرهم سريع يا سلمى، وأنا عارف أنت ما شاء الله عليك، أنت والفريق وأنت بالذات يعني لديك تلك الطاقة والقدرة على رفع تلك الحلقات المنهجية في كتابة خطة البحث. 1 2 3 4 5، يبقى إذن هم 5، 5 يبقوا ورا بعض كده، حاجة جميلة، تعتبر رسالة تربوية هامة لكل الباحثين ولكل المهتمين بشأن البحث العلمي. مهم إنهم يسمعوا الكلام ده، مهم إنهم يتابعوه، مهم إنهم يطبقوا عليه. يبقى كده إحنا أدينا دور مهم في الأكاديمية بالنسبة للباحثين في كل التخصصات. هذا أمر مهم جدا أردت أن يعني نذهب إليه. إن شاء الله نبدأ في مناقشة قضايا أخرى بإذن الله تعالى من الغد إن شاء الله تعالى، نأخذ قضية أخرى ونكمل سويا. تعبتك معايا وتعبت الحضور، بارك الله فيكم، حفظك الله من كل مكروه، أنت وكل من يشارك معنا من فرق العمل في تلك الأكاديمية التي نعتز بها، أسأل الله أن يبقيها نموذجا حضاريا جميلا نفيد به أهل العلم والطلاب. هذا أمر مهم، لأن الأمة في حاجة إلى أن يعني توعية على المستوى العلمي، وحتى نلحق بمن سبقونا، وحتى يعني نعيد لأنفسنا المكانة، لأننا نستحق ذلك إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ أنور، شكرا لكل من كان معي في هذه الجولة السريعة. أشكركم أحبائي الكرام، نلتقي على خير غدا إن شاء الله مشيئة الله. شكرا جزيلا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.